السلام عليكم. تداول ناشطون والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق اليوم فيديو لجمع غفير من المواطنين الجزائريين وكيف توافدوا بقوة على إحدى الحقول لمادة البطاطا. قيل أنها في ولاية البويرة وراح الكثير من ضعاف النفوس يروجون هذا الفيديو على أن هؤلاء المواطنين اقتحموا حقل البطاطا دون علم صاحبها بسبب غلاء أسعارها في المحلات التجارية والأسواق. ولكن في الحقيقة هذه العادة قديمة جدا في الجزائر، حيث يقوم أصحاب الحقول بالسماح للمواطنين بجمع ما تبقى من الخضر مثل البصل والبطاطا وغيرهما الكثير كصدقة، وهي عادة منذ القدم ومعروفة في الجزائر وليست وليدة اليوم.